في المشروع كنا قلنا بلي مشروع كابدال هو مشروع يأتي لدعم وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مسار التنمية البلدية، وفي هذا الدعم يخص بصفة قصوى النساء والشباب، وهذا الدعم يكون غاية في أن يشارك كل هؤلاء الفاعلين في مسار التخطيط والتجسيد للسياسات العمومية على المستوى البلدي. إذن المبتغى من مشروع كابدال هو استحداث على المستوى البلدي حكامة محلية تشاورية وشفافة مهتمة خاصة بتطلعات واحتياجات مواطني البلدية. وهذه المقاربة النموذجية اللي نصبوا إليها عن طريق برنامج كابدال المسير من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للاستفادة من الخبر لبرنامج الأمم المتحدة، لأنه كان سير برامج مماثلة في بلدان أخرى، والاستفادة أيضا من خبرات الأقاليم للدول المنضمة تحت لواء الاتحاد الأوروبي. إذن هذه المقاربة النموذجية اللي تنظر للتنمية المحلية بصفة مندمجة وتنظر للمشاركة بصفة عامة، أي مشاركة كل فاعلي المجتمع المدني في مسار اتخاذ القرار على المستوى المحلي، راح نقوم بها في العشر بلديات المختارة لكي نستخلص منها الدروس والممارسات الجيدة عبر أربع سنوات نقوم بتطوير هذا المشروع لكي تعمم بعد ذلك على كل بلديات التراب الوطني. العشر بلديات لا بأس نذكره، ممكن كاين إخوة أخوات ما كانوش معنا في اللقاء الأول. بالطبع بلدية مسعد اللي بدينا بها هذه السلسلة من اللقاءات الثانية والجولة الثانية من اللقاءات على المستوى المحلي. إذا بلدية غزوات بولاية تلمسان، بلدية ولاد بن عبد القادر بولاية الشلف، بلدية تكزيت بتيزي وزو، بلدية بني معوش بولاية الجاية، بلدية الخروب بولاية قسنطينة، بلدية بابار بولاية خنشلة، بلدية تميمون بولاية أضرار، وبلدية جامت بولاية إبليزي. تلاحظوا من خلال هذا العشر عينات اللي هو عدد قليل بالنسبة للعدد الهائل لبلديات الوطن 540 بلدية، هذه العينات هذه راهي تمثل في نسبة عالية للتنوع، سواء الطبيعي أو الثقافي أو من حيث مكنونات الأقاليم خدمة للتنمية، وكذلك من حيث المستوى التنموي اللي وصلت ليه كل هذه البلديات. يمثل عينة تمكننا من النظر في كل الجوانب اللي تسمح لنا من بعد باش نعمموا هذه المقاربة على المستوى البلديات الأخرى اللي تشابه نوعا ما البلديات النموذجية.